رؤية 18. بعدين بعد ده شفت ملاك تاني نازل من السماء ليه سلطان عظيم، واتنورت الأرض من القبهة بتاعته، وصرخ بشدة بصوت عظيم وهو بيقول: وقعت بابل العظيمة، وبقت سكن لشياطين، ومحرس لكل روح نجس، ومحرس لكل طائر نجس ومكروه، لأنه من خمر غضب زناها شربت كل الشعوب، وملوك الأرض زنوا معاها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. بعدين سمعت صوت تاني من السماء بيقول: اخرجوا منها يا شعبي، عشان ما تشتركوش في خطاياها، وعشان ما تاخدوش من ضرباتها، لأن خطاياها لحقت السماء، وافتكر الله خطاياها، جازوها زي ما هي كمان جازتكو، وضعفوا لها ضعف على حسب أعمالها، في الكاس اللي مزجت فيها امزجوا لها ضعف، على قد ما ادت نفسها مجد واتنعمت، على قد كده ادوها عذاب وحزن، لأنها بتقول في قلبها: أنا قاعدة ملكة ومش أرملة ومش هشوف حزن. عشان خاطر كده في يوم واحد هتيجي ضربتها موت وحزن وجوع، وتتحرق بالنار، لأن رب الإله اللي يحكم عليها جامد، وحيعيط وينوح عليها ملوك الأرض اللي زنوا واتنعموا معاها لما يشوفوا دخان حرقها، واقفين من بعيد بسبب خوف عذابها، وهم بيقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة بابل، المدينة الجامدة، لأنه في ساعة واحدة جه الحكم عليكي. وحيعيط تجار الأرض وينوحوا عليها، لأن بضايعهم محدش يشتريها بعد كده، بضايع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والكتان الناعم والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود خشب معطر وكل إناء من العاج وكل إناء من أغلى الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخور وطيب ولبان وخمر وزيت ودقيق ناعم وقمح وبهايم وغنم وخيل ومركبات وأجسام ونفوس الناس. وراح عنك جاني شهوة نفسك، وراح عنك كل اللي هو مشحم وقبها، ومش هتلاقيه بعد كده. تجار الحاجات دي اللي استغنوا منها هيقفوا من بعيد بسبب خوف عذابها، يعيطوا وينوحوا ويقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي لابسة كتان ناعم وأرجوان وقرمز، واللي متحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لأنه في ساعة واحدة خرب غنى زي ده، وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحين وكل عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا لما شافوا دخان حرقها، وهم بيقولوا: انهي مدينة زي المدينة العظيمة؟ ورموا تراب على رأسهم وصرخوا هم بيعيطوا وينوحوا ويقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي فيها استغنى كل اللي ليهم سفن في البحر من حاجاتها الغالية، لأنها في ساعة واحدة خربت. افرحي فيها يا سما والرسل القديسين والأنبياء، لأن الرب حكم عليها بالحكم بتاعكم، ورفع ملك واحد جامد حجر زي رحاية عظيمة ورماه في البحر وهو بيقول: بالشكل ده بزق هتترمي باب المدينة العظيمة ومش هتتلاقى بعد كده. وصوت اللي بيضربوا بالقيصارة والمغنيين واللي بيزمروا واللي بينفخوا بالبوق مش هيتسمع فيكي بعد كده، وكل صنايعي بتاع اي صناعة مش هيتلاقى فيكي بعد كده، وصوت رحايا مش هيتسمع فيكي بعد كده، ونور فانوس مش هينور فيكي بعد كده، وصوت عريس وعروسة مش هيتسمع فيكي بعد كده، لأن تجارك كانوا عظمى الأرض، لأنك بسحرك توهتي كل الشعوب، وفيها تلاقى دم أنبياء وقديسين وكل اللي اتقتل على الأرض.